بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد. وأعرب الملك سلمان في برقيته عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس عبد الفتاح السيسي وللحكومة وللشعب المصري المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.